يا مساء الخير والسعادة عليكم أعزائي المشاهدين، تحياتي ليكم ولقاء متجدد وحلقة جديدة من برنامجكم طاقة أمل. أنا الأول بعتذر، أحب أعتذر للسادة الجمهور على إني النهاردة طالعين متأخرين شوية، كان ميعادنا الساعة 2 ولكن نظرا لظروف طارئة طلعنا الساعة 4، فبعتذر لكم جميعا. أولا أنا أحب أرحب بزميلتي العزيزة سماح حسيب. مساء الخير يا سماح وأهلا بيكي. أهلا بيكي، أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة من حلقاتنا المختلفة المتميزة، وهنتكلم النهاردة عن المرأة يعني نص المجتمع، وهنشوف مع المرأة زي ما قال السماح كده نصف المجتمع، فهي الأم والابنة والزوجة والحبيبة والأخت والعمة والخالة والجدة، ومع إنها نصف المجتمع ولكنها تربي باقي المجتمع، فإذا المرأة كل المجتمع. في الآونة الأخيرة المرأة يعني حققت إنجازات وحققت نجاحات كبيرة جدا، وتعلت المناصب الهامة في الدولة المصرية تحديدا، فكانت السفيرة والوزيرة والطبيبة والطائرة يعني طيارة، وكمان الدكتورة. فمع كل هذا ولكن بعض التحديات بتواجه المرأة المصرية تحديدا، فهنعرف ايه هي التحديات اللي بتواجه المرأة المصرية مع ضيفتي الكريمة العزيزة الأستاذة نجوى رجب الصحفية وعضو مؤسسة حواء العرب للتنمية والرعاية وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة. أهلا بحضرتك يا فندم، نورتينا النهاردة. أهلا بحضرتك أستاذة أمل، وأهلا بحضرتك أستاذة سماح، وأنا سعيدة جدا إن أنا معاكم النهاردة في البرنامج. أهلا أسعد، أهلا بك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. من وجهة نظر حضرتك متخصصة، حضرتك يعني عضو مؤسسة حواء العرب للتنمية، فأكيد في التخصص حضرتك المرأة، فمن وجهة نظر حضرتك المتخصصة إيه التحديات اللي بتواجه المرأة المصرية تحديدا في ظل هذه الظروف، ومع انها برضو واصله المناصب الى حد ما متقدمه في الـ في الـ في مصرنا الحبيبه يعني. تمام، طبعا حضرتك المقدمه جميله جدا. انا بحب ان انا طبعا في بدايه الحلقه ان انا بقول كل اولادنا مع بدايه العام الدراسي الجديد كل عام وانتم بخير، وباذن الله نتمنى عام موفق لكل الطلاب في كل المراحل العمريه، ويكون ان شاء الله عام سعيد ما فيهوش اي مشاكل باذن الله. اللهم امين. طبعا حضرتك التحديات اللي بتواجه المراه المصريه، حضرتك المقدمه جميله جدا، انت قلتي المراه طبعا هي مش نصف المجتمع، لانها اذا كانت نصف المجتمع فهي بتربي النصف الاخر، واحنا طبعا شايفين ولامسين بعينينا وعلى أرض الواقع المرأة المصرية المناصب الكتيرة اللي تولتها. طبعا عندنا طبعا 8 وزيرات في مناصب وزارية هامة، عندنا وزيرة التجارة والصناعة امرأة، طبعا امرأة، عندنا الدكتورة نيفين أستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عندنا أيضا وزيرة التعاون الدولي دكتورة رانيا المشط، عندنا طبعا يعني مناصب وزارية وحقبة وزارية هامة تتولاها امرأة، مش أي مش وزارة عادية. وكمان المقاعد في مجلس النواب كمان في البرلمان يعني خدت نسبة كبيرة جدا، طبعا ده حاجة مميزة يعني. الفرد والفترة القادمة هتكون أكيد المرأة ليها نسبة كبيرة في المقاعد في البرلمان وفي المجالس المحلية، أيضا هيكون ليها برضو نصيب كبير من مقاعد المجلس المحلي أو مجلس النواب. طبعا رغم كل المناصب الكبيرة للمرأة وصلت ليها، إلا أن هناك ما زال في تحديات بتواجه المرأة المصرية. لو جينا نقول إيه هي التحديات، أوقات كتير بتكون المرأة هي أكبر عائق لنفسها، هي التحدي، المرأة هي تحدي نفسها لما تكون ما عندهاش طموح وما عندهاش رغبة انها تكون افضل وراضية انها تعيش في القوقعة بتاعتها وما عندهاش امل، واحنا طبعا البرنامج بتاعنا طاقة امل فاحنا لازم طبعا نقول لكل امرأة لازم تكون عندك امل ويكون عندك طموح وتكوني يعني واثقة في ربنا سبحانه وتعالى ان انت هتكوني احسن حاجة في الدنيا، واي وضع انت موجودة فيه ما تستسلميش للوضع اللي انت موجودة فيه، اذا كان انت مثلا يعني في وظيفة معينة حاسة انها مش قد طموحك، حاولي ان انت تطوري من نفسك وتاخدي كورسات كتير، والمجال دلوقتي بقى مفتوح وحتى في كمان حاجات على الاونلاين وحاجات على النت يعني حاجات مش مكلفه، لان ساعات برضو الماده بتبقى عائق وتحدي امام المراه اللي بتبقى عندها طموح وعايزه تتعلم حاجات كتير وعايزه تاخد كورسات وحاجات كتير، لكن بيبقى في مثلا عائق المادي بيقف تحدي امامها. الحاله الاقتصاديه تحديدا ممكن تبقى في عائق، دي حاجه من ضمن التحديات اكيد. طبعا في تحديات مهمه جدا بالنسبه للمراه، فاكيد طبعا يا فندم ليها اثار كبير. انا عايزه حاجات تانية كمان. اكيد انا عايزه اسرد لحضرتك برضو بعض التحديات، ممكن كمان اكيد في تحدي التعليم يا فندم، ممكن في بعض الاماكن المراه ما بتحصلش على التعليم اللي يرضي طموحها، بتكون بارادتها او غصب عنها. ايه في دورها السياسي في الفتره دي؟
رايك ايه؟ لا طبعا المراه ليها دور سياسي كبير جدا في الفتره دي، خاصه احنا قلنا ان المراه في مناصب وفي وزارات هامه ترأسها امراه زي وزاره التجاره والصناعه، وزاره الثقافه، زي التعاون الدولي، زي وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه، ليها مقاعد في مجلس النواب، ليها دور سياسي كبير، في مستشار رئيس الجمهوريه امراه، في سفيره امراه، وكان من كام يوم كان في امراه تقلدت منصب لواء، اول مره تبقى امراه لواء. فطبعا المرأة ليها دور في دور نشاط سياسي ونشاط اجتماعي ونشاط ثقافي، وليها دور في كل ونشاط حزبي، ليها دور كبير جدا على أرض الواقع. لكن في تحديات أكيد بتقابلها، زي أكيد. السؤال اللي الأستاذ أمل قالته، منها احنا قلنا عندنا تحدي المادة مثلا، أو هي المرأة عدوة نفسها، قلنا تحدي التعليم في بعض القرى الريفية أو كده، للأسف المرأة ممكن ما بتحصلش على تعليم كبير، وبيبقى ممكن الأسرة تكون كمان هي العائق. صحيح. ليه؟ لأن مثلا ممكن يقولوا إن فضل إنها مثلا تخدم في البيت، تتجوز الزواج المبكر، وبالتالي المرأة برضو دي من ضمن التحديات. من ضمن التحديات عندنا برضو الاعتداء الجنسي أو التحرش أو العنف الأسري. لا أعتقد من أهم المعوقات فعلا قدام المرأة الزواج المبكر، أعتقد ده من أساس المعوقات. بس الحمد لله احنا بدأنا موضوع الزواج المبكر ده بسبب الوعي الكبير والحملات الإعلامية، وفي الفترة الأخيرة أعتقد إن بقى الموضوع طبعا قل كتير جدا عن زمان، لأن المرأة أصلا بقى عندها طموح. ولكن ما انتهاش يا دكتور، عشان برضو بس الحمد لله قل كتير جدا، يعني هو قل كتير جدا، هو اي نعم ما انتهيش، بس قل كتير جدا بسبب التوعيه اللي موجوده طبعا. المجلس القومي للمراه عامل بدوره، كان عندهم حمله دق الابواب وزار الكره في الريف وفي الصعيد، ويعني قام بعده جلسات مع الاباء والامهات، وقال لهم او عمل عمليه توعيه ازاي خطوره الزواج المبكر للمراه، ازاي طفله هتكون ام، الرحم بتاعها اصلا مش هيستحمل هيشيل طفل، يعني فهماني. فالحمد لله حتى الناس اللي ما عندهمش يعني قسط كبير من التعليم، بدات المجلس القومي للمراه يلتفت لهذه الظاهره، وبدا هو اصلا عمل حمله دق الابواب، وبدا يزور كتير من القرى بتاعتنا في الريف وكده، وفي عمليات توعيه، والحمد لله في استجابه. وبالنسبه للعنف ضد المراه في المجتمع رايك ايه؟ العنف بقى بكل انواعه. ايوه أيوة استاذ سماح، السؤال ده جميل جدا. طبعا انا امراه وانت امراه، اكيد عارفه ان في عنف طبعا. طب احنا عندنا ممكن نقول العنف المادي، العنف الجسدي، العنف المعنوي، العنف الاسري. ممكن المراه بتواجه عنف كتير، مثلا لو هي متزوجه زوج نرجسي، ده عنف بيمارس ضدها، ممكن تكون المراه مهينه طول الوقت، او تكون مثلا بتتعرض من الزوج لعنف جسدي او عنف لفظي او حتى عنف مادي، انها بتكون بتشتغل وعندها راتب، والزوج يجبرها انها يعني ياخد منها راتبها كله، ما بيكونش برضاها ان يكون في مشاركه، لا ده اجبار، انت هتشتغلي عشان تصرفي على البيت. في اوقات كتير الزوج ممكن يستسهل يعيش هو حياته وهي بتشتغل، هي تصرف على البيت. لا والله في احيان كتيره جدا ان الزوج بيبقى في البيت وهي بتنزل تشتغل. لا انا بقول لكل امراه تتعرض للعنف، خاصه اذا كان عنف اسري من قبل الزوج، لازم تقعد مع نفسها وتفكر يعني الزوج ده هل فعلا اعيش معاه اكمل باقي حياتي معاه. ساعات كتير بتبقى يعني الزواج مش ناجح، وساعات بيبقى في طلاق صامت في الاسره، وتقول المراه طب اعيش عشان خاطر ولادي، لا هي مش بتعيش عشان خاطر ولادها. انت بقى الزوجه تقدر تقول طلقني مش عايزه اكمل معاك. والله في 5 انواع من الرجال لازم الزوجه ما ينفعش انها تعيش معاهم. اول نوع اللي هو الزوج اللي بيتعاطى المخدرات، اذا يعني طبعا طبيعي بيتعاطى المخدرات. هقول لك على حاجه، ممكن الانسان يتعرض لازمه نفسيه تؤدي بيه ان هو يتعاطى المخدرات، بيكون عارض يعني عارض مرضي، ما بيكونش يعني يتعاطى بمعنى كلمه التعاطي. ده ممكن ده محتاج فعلا الزوجه او المجتمع انها تقف جنبه، في الحاله دي ممكن تقف جنبه، لكن اذا كان بيتعاطى لدرجه ان كل فلوس البيت خلاص، او اذا كان ممكن يعتدي ممكن يقتلها بسبب انه مش في الحياه معاها، ده طبعا ده ما ينفعش انها تستمر معاه. في الزوج الثاني اللي ما فيش اي علاقه حميميه ما بينهم، ده طبعا بتبقى الزوجه وقتها بتتعرض، بتبقى عندها حرمان عاطفي وعندها امراض نفسيه، فده برده ما ينفعش انها تكمل الحياه مع ان الزواج عفه. صحيح. هي كده ما عفتش نفسها. في نوع تاني الزوج البخيل بقى، اللي هو العبد يعني عبد القرش زي ما بيقولوا، يعني مش بخيل مش لا، اصل في بخل بيبقى ايه حرص، وفي بقى اللي هو البخل البخل يعني، ده طبعا تمام. برضو الحياه مطالب الحياه والاولاد وكده، مش ممكن هتقدر تستمر تمام. مع يعني زوج بالشكل ده. عندنا برضو في انواع تانية من الازواج، ممكن الزوج النرجسي طبعا اللي هو بيعنفها، وطبعا هو انا هو انا وبس مفيش اي، وبعدين يتعمد ان هو يظهر قدام الناس بشكل جميل جدا ويحرجها، ويحرجها وهي كمان يعني لازم تكون مهمشه جنبه، يعني ما تبقاش لابسه شيك زيه. ولكن بيبقى يتعامل معاها وما بينهم وما بين بعض عكس المعامله بره البيت غير جوه البيت، يعني جوه البيت مختلف أسوأ. تماما وجوه الزوج النرجسي جوه البيت زي بره البيت، واسوأ كمان جوه البيت.
فده طبعا ما ينفعش انها تكمل معاه. وعلى فكره في انواع برضو ستات اكيد في انواع العيوب قائمه بين الطرفين. هو مش عيب في انواع ستات لا تنكحوا الحنانه الانانه طبعا عليه الصلاه والسلام المنانه الحداقه الشداقه البراقه عشوه الدار. الحنانه اللي دايما تحن لاهلها يعني مش حاسه باستقرار ولا حاسه ان ليها بيت واسره وزوج على طول قاعده عند اهلها متناسيه بيتها. الانانه اللي هي دايما ايه يعني بتزن وبتئن وبتشتكي ان انا تعبانه وهي ما فيهاش اي حاجه وهي كويسه بس دايما تدعي المرض. المنانه اللي تبن على زوجها انا عملت لك سويت لك انت فاكر لما كنت لا ده انا اللي عملتك دي طبعا وحشه جدا. الحداقه اللي دايما تبص لغيرها شوفي دي لابسه دي عامله دي راحوا وسافروا ما بترتاش بما قسم الله وربنا بيديها نعم كتير مش حاسه بيها. البراقه اللي دايما بقى تزين نفسها ويا ريت للزوج للغير ده طبعا برضو الرسول صلى الله عليه وسلم قال نبعد عنه عليه الصلاه والسلام. انا بس عايز ارجع تاني للعنف المراه عشان في حاجه مهمه جدا بتتكلم فيها. العنف مش حضرتك ذكرتي الزوج او العنف الاسري ولكن احنا في عنف ضد المراه في الشارع طبعا في حادثه طبعا كلنا يعني تدمي القلب يعني عارفه حضرتك ازاي لما يعني طفله زي دي يعني لسه بنت في عن شبابها ويحصل دوت. الموضوع متنوع جدا يا امل بالنسبه للعنف متنوع جدا ومختلف يعني كتير العنف. ما انا بقول لحضرتك ان العنف مش فقط للاسري ولكن كمان الشارع بقى في عنف ضد المراه تحديدا يعني ما فيش ما اعتقدش ان يعني المراه في الشارع صح يا استاذه امل فعلا زي ما حضرتك قلتي واحنا قلنا العنف طبعا في عنف مادي وعنف اسري وعنف جسدي وعنف لفظي وفي اكيد المراه بتواجه عنف في الشارع. المراه ما دام نزلت الشارع خلاص لازم تتحمل هي هتواجه هتقابل الناس الانسان السوي وهتقابل الانسان غير السوي هتقابل المحترم وهتقابل هي بقى ذكائها الاجتماعي انها تقدر تحتوي المكان اللي بتشتغل فيه وتقدر تتعامل مع كل واحد شوف اتعامل معاه ازاي يعني فاهماني. في ناس لازم تتجنبيها خالص اعتزل ما يؤذيك وفي انسان ممكن اتعامل معاه في انسان ما ينفعش اديله سري فهماني لازم يكون عندها ذكاء اجتماعي ده نزلت ايه العمل. حضرتك قلتي العنف اللي في الشارع اكيد في عنف في الشارع حضرتك لان انت بتتعاملي في الشارع مثلا ممكن المراه بتركب مواصلات عامه فهي بتتعامل مع سائق مثلا تاكسي ميكروباص اي حاجه النظره نفسها بتكون بالنسبه لها عنف النظره اكيد طبعا اكيد بتتعرض للتحرش النفسي ده عنف بالنسبه لها يعني ده تعنف يعني حاجه مش من حقك المفروض ما حضرتك ده المفروض فعلا لكن على ارض الواقع ما بيبقاش فيه المفروض دي للاسف بيبقى يعني في تعرض لكن الدوله الحل. برضو بتقوم وبتسن قوانين وبتسن تشريعات احنا بقى محتاجين طبعاً. محتاجين اكتر في التشريعات والقوانين عشان تقدر تحافظ على حقوقها. اقول لحضرتك على حاجه هو التشريع طبعا في سن التشريعات وسن القوانين انها بتحافظ على حقوق المراه عندنا اللي هو القانون الكفاله وعندنا قانون التحرش اللي نزل جديد اللي هو المتحرش يسجن ويدفع غرامه تمام بس القانون ده ما اتفعلش. قولي حضرتك ليه ما اتفعلش؟ لان اي واحده بتتعاكس في الشارع ما بتروحش تقول انا اتعاكست ليه؟ ما يعني لو هي مثلا عملت مشكله في الشارع ولمت الناس وصممت انها تروح القسم تعمل محضر ترجع تخاف ايه ده هو انا هعمل محضر ايه ده طب نظره المجتمع طب اهلي طب وبعدين الخوف من برضه اللي قدامها طب هيستقصدني طب هيعمل فيا ايه وبتستسلم وبتمشي. ما يا فندم للاسف يعني العنف ما هوش عنف لفظي فقط ولكن في عنف بيؤدي للموت زي ما حضرتك شفتي يعني على حاجه اكتر من الموت اكتر من كده ايه حضرتك في اهو عملنا قانون التحرش للاسف مش مفعل لان المراه اللي بتتعرض للتحرش ما بتعملش حاجه كل انواع التحرش بقى حتى التحرش اللفظي او التحرش اقول لحضرتك لو في حاله المجتمع ما بيرحمهاش المجتمع نفسه ما بيرحمهاش محتاجين المراه تكون عندها قوه شخصيه لو في حاله 2-3 تم فعلا تطبيق يعني القانون عليهم وتم عرض الحاله على وسائل الاعلام اعتقد ان ده هيكون رضع كله هيخاف وبالتالي البنت قلبها هتقوى لكن للاسف بنعمل قوانين وبتعمل تشريعات وبالتالي ما بتطبقش على ارض الواقع لان الضحيه نفسها يعني لازم يبقى في مصيبه من اول حضرتك على حاجه معلش هي ثقافه يا فندم هي من الاول هي ثقافه اقول لحضرتك ليه المراه من البدايه مش عارفه رد فعل البيت ورد فعل ايوه هي كده عيب ما يصحش ما ينفعش الامور دي كلها خلت الامراه او البنت برضو عندها والله شوف ستات ب 100 راجل والله حد يكلمهم بس الاغلب بتبقى هتاكله في الشهر الاغلب لا بس هي ثقافه زي ما قلت لحضرتك ان المراه برضو ايا كانت وصلت لمرحله يعني تعليميه معقوله ولكن برضو لسه خجل المراه يعني عارفه ان المراه ليها مكانه لازم تبقى فيها ما ينفعش مضطرة. ما يصحش ما في الامور دي لسه في
بعض الاسر متمسكين بيها جدا طبعا. يعني لا ما يصحش. انا بقول لك الخوف برضه هو اللي بيمنع خوف. المراه انها تتحرك خوف بقى من كل حاجه، وبعدين كمان بيأثر على قراراتها. يعني اقصد كمان ان مش يعني من ضمن قرارات المراه او عرقلتها في ان هي تعمل او تحقق حلم ليها مثلا، هو كده ان التاثير عليها بالكلام، لا ما تعمليش كذا لحسن يحصل لك كذا، لا ما تروحيش. ممكن تبقى مثلا بنت عندها طموح كويس جدا والكليه بتاعتها بعيد، لا ما تروحيش عشان خاطر ممكن يحصل لك حاجه في الشارع او ممكن كذا. ما بيدوش دافع للبنت ان هي تحقق حلمها كمان. يعني اعتقد طبعا يعني احنا عايزين اباء والامهات يكون عندهم وعي، وان هم يكونوا سبورت وسند ودعم صحيح للابناء، واذا كان في من البيت واذا كان في حتى لو اي ام عندها اطفال ولد وبنت، يا ريت يكون في مساواه في المعامله ما بينهم. صحيح. يعني مش لازم قومي اعملي لاخوكي، قومي اعملي مش عارفه قومي، يبقى الولد ربنا عليه كلنا صح. يعني اعلى طبعا يعني بيبقى الطفل الولد بيبقى ليه حب طبعا وكل حاجه. بيبقى سبحان الله بتلاقي يعني البيت كله ملهوش ام واحده، ده ولد ايه ام واخواته البنات ام برضه. صحيح تمام. بس احنا بقى في المجتمع يصفافة. في المجتمع الولد ده بعد كده هيتحمل مسؤوليه، هيدخل بيت صح. هيلاقي المسؤوليه كبيره قوي عليه. انا بقول لكل ام حاولي كده ان انت تخلي الطفل يعتمد على نفسه، يعني حتى مش شنطه التمرين انت اللي تحضرها له، فهماني؟ لا لازم تخليه يعتمد على نفسه، تخليه ينزل يشتري طلبات البيت، طيب عدي على جدك، طب مش عارفه ايه. يعني مجرد انها هتخليه يتحمل المسؤوليه بعد كده هيكون زوج ناجح. حتى برضو الطفله نفسها البنت لازم تخليها تتحمل المسؤوليه في البيت، لان بعد كده هتواجه بالحياه الزوجيه، هتلاقي نفسها عندها بيت واولاد وشغل وتمارين ونادي ومذاكره، هتحس انها منهاره، هتلاقي نفسها في التزامات كتير على نفسها. فطبعا انا بقول طبعا كل اب وكل ام لازم يكونوا المساواه في تربيه الابناء، ويكون في برضه لازم نعلمهم انهم يعتمدوا على نفسهم علشان هم جيل المستقبل. نيجي بقى لشركه السعاده، ازاي الزوجه والزوج يختاروا شريك حياتهم؟ ازاي الزوج والزوجه يختاروا شريك حياتهم؟ الحياه الزوجيه. الحياه الزوجيه هقول لحضرتك على حاجه، طبعا الحياه الزوجيه ربنا سبحانه وتعالى قال وخلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. صدق الله العظيم. فاحنا لو قلنا اختيار شريك الحياه الموضوع بسيط جدا بالنسبه للزوج. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. إيه؟ اهم حاجه يكون عنده اخلاق وعنده دين دي. لانه هيعاملها، اذا حبها هيكرمها، اذا كرهها مش هيظلمها. طب الزوجه تنكح المراه الاربع لمالها لجمالها لحسبها لنسبها لدينها، فاصبر بذات الدين تربت يتيمك. لازم المراه يكون عندها دين واخلاق، لانها بعد كده هنبعد بقى عن المرأة اللي احنا قلنا صحيح. عليها دي خلاص، عن النماذج الأولانية اللي هي الحداقة والأنيمة والشداقة والكلام ده كله. هنختار بقى ايه الزوجة بقى الصالحة الهادية الراضية اللي عندها طموح. ما انا برضو لازم الزوجة يكون عندها طموح وتدفع زوجها للأمام ان هم ينجحوا ويحققوا حاجات كبيرة وطموح كبير في المجتمع. هديك قلتي لي روشتة للسعادة الزوجية التغافل، يعني مش لازم نقف لبعض على الوحدة على كل حاجة، يعني نتغافل شوية حتى لما يكون في مشكلة كبيرة أو كده. البحر لما يبقى هايج هينفع تعومي فيه؟ لا طبيعي. لازم تستني لما يكون الموج هادي. دي حضرتك ان احنا ازاي يعني لما في مشكله مع الخلافات الزوجيه او لما يكون في مشكله كبيره قدامنا، لازم نستنى شويه لحد ما الامور تهدى وبعد كده نتعاتب، مش في نفس اللحظه. هقول لحضرتك على حاجه، لو الزوج والزوجه الاثنين في انفعال شديد جدا بينهم وعصبيه وي 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 تمام، هتلاقي الزوج انت مش هتعرفي تحتويه في اللحظه دي، هو غضبان، لازم تبعدي. لازم يهدى وبعدين ايه تصالحيه وتراضيه بحاجات ملموسه. يعني مثلا زعلان موقف، مثلا على الموقف ده لازم تبيني له لا ده ما حصل ده كذا. لكن الزوجه العكس، الزوجه في عز غضبها لو الزوج احتواها بتهدى. خلاص بتنسى. لا بتهدى. ما احنا قبل ما نتكلم يعني الزوجه عاطفه وبتنسى. الزوجه في عاطفه عندها، لكن الزوج دايما بيبقى بيشغل دماغه اكتر، فهماني؟ فاحنا دايما احنا عايزين بيوتنا كلها تبقى حلوه وتبقى جميله وتبقى سعيده، وعايزين حسن الاختيار من البدايه لشريك الحياه. احنا بس عايزين اول ان طبعا حضرتك زمان شايفه نسبه الطلاق للأسف. بقت للاسف في المجتمع العربي تحديدا بقت عاليه جدا جدا جدا. وللاسف اللي برضو الحاجه اللي تزعل قوي ان بيبقى لسه في بدايه حياتهم، يعني عارفه مش بيقعدوا مثلا، لا ده هم في البدايه وما بيقدرش يستحملوا فيلا ننفصل. بيبقى في اطفال احيانا بتبقى في البدايه ده كمان الحياه، تكلفه الزواج اصلا الكبيره يعني انت فاهمه. فيعني ليه وصلنا للمرحله دي وايه اسبابها وازاي نقدر نحد منها شويه، لان فعلا وصلنا بقت ظاهره للاسف. والله يا استاذه امل يعني انا احب زي ما قلت لحضرتك يعني نتقي الله وحسن الاختيار من البدايه. يعني هو برده مش منطقي ان زوج ياسس بيت ويجيب موبيليا والتكلفه الزواج عاليه جدا دلوقتي بالزبط. في الحاله المتوسطه بتصل يعني ممكن يعني من فوق النص مليون اقل حاجه، وبعد كام شهر نتجوز الزوجه بقى طفل، لا انا مش مرتاحه معاك نسيب بعض وانا حاطنه وعايزه شقه. في الاول ان ما بيفوتوش لبعض
يعني مش بيعدوا الخلافات، فهماني؟ فيبقى في خلاف بسيط وبعدين تختلف معاه بعد كام شهر وتقول له لا انا حاضنه اخد الشقه وعايزه المؤخر بتاعي واخد الاولاد كمان انا حاضنه، ويبقى الزوج الشاب اللي تعب وبذل مجهود وعمل بيت ده كله راح فين؟ والله انا مع طبعا احترامي لراي حضرتك، انا برضو عندي حاجه ان برضو مش احنا جايين شويه على المراه، ولكن في بعض الرجال انا اعتقد ان هو ربنا سبحانه وتعالى قال ان الراجل ده هو رباني سفينه او هو قائد الحياه، هو القوام طبعا، برافو عليك. لو هو بس شويه جه على نفسه، وللرجال عليهن درجه. ما انا بقول لحضرتك ان القوامه فعلا قوامه، الرجال قوامون على النساء، لازم الست تفهم هو مفيش مساواه بين الراجل والست، ست ست والراجل راجل. لو انت قلتي بقى المساواه تبشيلي بقى، دي حاجه في القران مذكوره في القران. هو مش بمزاجنا يعني، فهماني؟ طبعا دي حضرتك زي ما حضرتك قلتي يا استاذه سماحه، لكن فعلا الست ما ينفعش ايه المساواه في كل حاجه، لا انت ليكي واجباتك وليكي دورك وليكي حقوقك، وهو ليه واجباته وليه دوره وليه حقوقه، لازم ما نتعداش على حقوق بعض. واهم حاجه حسن الاختيار من البدايه والاحترام، وبعدين فتره الخطوبه من البدايه ما ينفعش التكوين السريع جه العريس المناسب الامور السرعة. مش عارفه ايه السرعة في اللي متريش اللي كده من ضمن المشاكل. طبعا من ضمن المشاكل لازم الخطوبه تعدي عليها 4 مواسم، لازم سنه. ليه بقى؟ عشان هيكون في مواقف كتير هتبين مارك. اذا كان الزوج متجمل في البدايه ومش عارفه ايه وكده، وهي كمان على فكره بتتجمل جدا، اكيد بيتجملوا يعني. جدا في الخطوبه مش طبيعي. شخصيتهم الحقيقيه صحيح. لكن مع المواقف كل واحد هيبان. وبعدين انا برضو احب ان الزوج يشوف الزوجه البيئه اللي عاشت فيها، معامله مامتها لوالدها، والله مشكله، حماه وحماته المعامله زي هي بالظبط زي ما حماته عملت، وهي كذلك يا فندم بالظبط هي هتعمل معاه. صحيح. لما يكون شوف في تعاون وفي احترام، ما بين الاب والام، ويشوف ده في البيت يعرف انه هي فعلا يعني مناسب اسره كويسه، وفعلا البنت هتحترمه وهيعيشوا حياه كويسه. لكن اذا شايف ان الام مثلا متسلطه، كلمتها اللي بتمشي، مش عارفه ايه، مش ما فيش احترام مثلا للاب اللي في البيت، كل الكلام ده هيعرف ان ده هيتطبق معاه بالظبط. فطبعا حسن الاختيار من البدايه زي ما حضرتك قلت يا استاذه سميحه واستاذه امل، وفتره الخطوبه لازم تبقى يعني في تريس فيها شويه طبعا في تريس. يا ريت يا جماعه احنا بلاش نتجمل، خلينا بطبيعتنا عشان بعد كده يبقى في حياه بالظبط طويله جدا هنعمل فيها ايه. بعدين مهما كان الاهل، الا ان في الاول والاخر الزوج والزوجه هو اللي بيتقفل عليهم الباب، يعني لازم يبقوا عارفين طباع بعض اكتر. يعني حضرتك برضه ذكرتي موضوع الخلافات الزوجيه، طبعا زي ما حضرتك قلتي بالظبط ان في الاخر هم زوج وزوجه والباب بيتقفل عليهم بالظبط. صح تمام. يا جماعه ارجوكم الاب والام بلاش يكون تدخل، ساعات بتبقى المشكله صغيره جدا، وتدخل الاهل اللي بيبوظ المشكله. في حاجات ما بين الزوج والزوجه ما حدش يعرفها غير هما الاثنين وربنا سبحانه وتعالى. صحيح. ما يدخلش امتى غير بقى لما الموضوع يصل ما هو حضرتك لما حكما من اهلي من ربنا قال كده وصل للانفصال مرحله كبيره. وبعدين نفترض ان ممكن ينفصلوا ويبقى درس ليهم الاثنين، ناس عيال صغيره لا، وبعدين يبقى في مثلا فرصه للرجوع، تلاقي الاب والام يرفضوا، وده من اكبر الخطا، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه يعني سبحانه وتعالى، اذا برضو في رجوعهم بيبقى في خير، ولا هون اطهر لهم. صحيح. ان ربنا عالم ما لاش نقف قدام رغبه الزوج والزوجه بالظبط، اصل دي حياتها ولادنا. برضو المفروض الاهل ما يتدخلوش. هو طبعا يعني موضوع شيق جدا جدا ومحتاج حلقات عشان نتكلم فيه، لان فعلا لازم كلنا يعني نرجع تاني لاصول ديننا وازاي نعرف نتعامل مع بعض. هترتاحي طبعا. واحنا كان الاول ما كانش فيه الطلقات دي خالص، لان كان الحياه كانت بسيطه وكانت البيوت كانت اهدى وكان في ستر. صحيح. احنا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي حلقنا كلها على السوشيال ميديا، ده حلقه جديده دخلنا عيون كتير جوه بيتنا، دي حلقه لازم من السوشيال ميديا طبعا، دي لازم حلقه خاصه يعني. طبعا احنا في نهايه الحلقه اشكر حضرتك جدا جدا وسعيدين حضرتك معانا، سعيدنا بحضرتك جدا، سعيده جدا ان انا معاكم النهارده، كل التوفيق يا رب ليكم باذن الله. ميرسي. اعزائي المشاهدين خلصت حلقتنا النهارده، تحياتي ليكم، وان شاء الله الحد الجاي نقابلكم. دمتم في امان الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.